من ضمن التعليقات: أنا جالي انترفيو ولكن قال لي هتمضي على وصل ب30,000 علشان الكاميرات، لو جابتك وانت بتاخد أي حاجة نرفع الوصل. حد ده طبيعي إن أنا أمضي على وصل؟ قولا واحدا ما تمضيش على أي حاجة، قولا واحدا ما تمضيش على أي حاجة، قولا واحدا ما تمضيش نهائي على أي حاجة. أول ما يقولك امضي على وصل ب30,000 جنيه، ولو الكاميرا والموضوع ده يعني يمشي الشغل ده مش عاوزينه، في مقابل ان انا مش هدفع ولا امضي على وصول وصل امانه، ولا امضي على شيك بدون بياض، ولا امضي على الحاجات دي كلها. حضرتك انت قاعد في مكان، المكان ده المفروض ان هو يأهلك ان انت بتشتغل، مش انك لا قدر الله في اي خناقه هيمسك الملفات دي. وياما شفنا للاسف مصايب من الموضوع ده، ان تلاقي الناس مثلا يقول لك طلب مني الوصل مع اي خلاف حصل، لقيته بيقول لي الفلوس فين او بيهددني بيها او اي مكان من كلام. كل الحاجات دي لازم تخلي بالك منها كويس قوي، لا تدفع اي شيء ولا تمضي على اي حاجة، وسيبك من الراجل ده وشوف شركات تانية، وربنا يوفقك بإذن الله.